تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء نقول بأن الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة أرحب دائما بتواصلكم ومشاركاتكم معنا خلال الساعة على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة هي فقرة الأخبار العالمية والمحلية، واليوم عندنا عنوان خبر تحت عنوان الأكزيما تؤدي إلى صعوبات في التعلم لدى الأطفال، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وهذه المستجدات بتكون مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان التغذية السليمة للمرأة في رمضان، وبنتحدث عن هذا الموضوع وأهمية التغذية السليمة أيضا للمرأة بشكل عام وإنعكاس ذلك على صحتها وسلامتها، وأيضا كيف تكون التغذية السليمة للمرأة في رمضان وما هي مكونات الوجبة المثالية. بتكون معايا اليوم الأستاذة عفرة بن كتر، رئيس قسم التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أما أيضا فقرتنا الثانية والأخيرة لهذا اليوم أيضا تحت نفس الموضوع اليوم عن صحة المرأة في رمضان، وبتكون معايا الدكتورة ميرفت موريس عبد السلام أخصائية أمراض النساء بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها أيضا عن مواضيع تخص صحة المرأة وعن أيضا كمية الماء التي يجب على المرأة شربها خلال الشهر وتجنب بعض الأمور التي تخص الجفاف وبعض النصائح العامة بخصوص صحة المرأة. فهاي مواضيعنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وننتقل معكم إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي اذاعه نور دبي. صباح النور وصباح السعاده اختي اسماء، ويوم ان شاء الله صباح يوم الاحد صباح يوم الاحد ان شاء الله مليء بالنشاط والطاقه الايجابيه. شكرا. شو مستجداتنا اليوم اختي اسماء في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ناخذ بعض الاشياء اللي كانت موجوده في قناه التواصل الاجتماعي خلال العطله. من ضمن الاشياء فعاليه انقاذ حياه، أفضل هدية إنقاذ حياة، واللي هي نسويها نحن ومستمرين فيها خلال شهور، واللي كان يعني تم إطلاقها قبل شهر رمضان، وهي لتبرع بالدم. حافلة التبرع بالدم كانت موجودة في الويك أند الخميس والجمعة في منطقة أو في موقع وكس بارك. أيضا من ضمن الأشياء شاركنا بعض التجارب الجميلة للمتبرعين في قنوات التواصل الاجتماعي. من التجارب يعني المؤثرة أن واحد قال يعني واحد من كانوا موجودين متى بدأ يتبرع بالدم،
أول مرة تبرد بالدم كان عند حاجة أخته للعملية واحتاجت إلى نقل دم، وكان هذا أول مرة يتبرع فيها بالدم. ومن هذا من هذاك اليوم ليومك هذا وهو ما زال يتبرع بالدم. يعني يتبرع بالدم يعني هي ممكن تكون أفضل هدية واحد يعطيها، خصوصا أن يعني الدم ما ينشر بالمال. ففعلا احنا نشجع الجميع، مواقعنا تبرع بالدم موجودة، ممكن حتى أي شخص يجي وياخذ يعني يجي ويتبرع. في الأشخاص اللي خذوا التطعيم يقدرون يتبرعون بعد مرور أسبوع من تاريخ الجرعة، فيقدرون يروحون بعد أسبوع من التطعيم. أيضا من ضمن الأشياء شاركنا بعض الصور لمواقع التطعيم اللي كانت موجودة، ونحب نقول للجميع اللي يعني في حال يعني كان موعدهم يعني موجود في المسجوات توصل الرسائل إن نبغى موعد، ناخذ موعد الجرعة الثانية. الجرعة الثانية وما تاخذونها بالمواعيد، تكون توصل من خلال الرسالة النصية القصيرة. فنحن ندعو الجميع أن يكون الرسالة النصية القصيرة عندهم، يشوفون الموعد والتفاصيل كلها موجودة، الموقع، اللوكيشن، التاريخ، والوقت، والمكان، والنوع، حتى نوع التطعيم، فكلها موجودة في من خلال رسالة نصية قصيرة بتكون موجودة على هواتفهم البكية. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الأعزاء، نحن أيضا دائما يعني ننصح بالالتزام بجميع الإجراءات المتعلقة بالمواعيد الخاصة للقاحات بشكل عام. ومثل ما ذكرت أختي أسماء الجناحي بأن يجب الالتزام مستمعين الأعزاء بالمسجات والرسائل النصية التي توصلكم على الهواتف عن تفاصيل المواعيد. فدائما نحن ننصح بأنكم تلتزمون أيضا بالتعليمات هاي وحضوركم لمراكز اللقاح بالمواعيد اللي مسجلة لكم أو اللي توصلكم في الرسائل النصية. بعد الفاصل مستمعين الأعزاء، موضوعنا لهذا اليوم عن التغذية السليمة للمرأة الحامل، وبنتحدث عن أهمية التغذية السليمة للمرأة بشكل عام خلال شهر رمضان المبارك، وانعكاس ذلك على صحة المرأة وأيضا على سلامة المرأة. وبتكون معايا عبر الهاتف أخصائية التغذية من هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامية خالد. خلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان التغذية السليمة للمرأة في رمضان. وبتكون معايا الأستاذ سامية خالد، أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي. أستاذ سامية صباح الخير. صباح النور، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وانت بخير. الله يسلمك أستاذة سامية. طبعا يعني موضوع التغذية السليمة للمرأة في رمضان من المواضيع المهمة، فنتحدث معك في البداية عن أهمية التغذية السليمة للمرأة بشكل عام وكيف ينعكس ذلك على صحة المرأة وأيضا سلامتها. نعم، صراحة اليوم الموضوع جدا مهم، وتغذية المرأة في رمضان أو في الأيام العادية تعتبر ذات أهمية كبيرة، وذلك بسبب الاختلاف الفسيولوجي بالنسبة لجسم المرأة عن جسم الرجل، وهذا يترتب عليه احتياجات غذائية إما تكون مضاعفة أو تكون استثنائية. فبالتالي يجب التركيز على بعض المواد الغذائية التي تحتاجها المرضى بما يتناسب مع هذه التغييرات.
فمثلا في بالنسبة بشكل عام المرأة تحتاج إلى تغذية ضرورية ومكثفة بالنسبة لعظامها. عظام المرأة تختلف عن تغذية الرجل، وبالتالي صحيح. يجب أن نركز على الأغذية التي تقوي العظام، وذلك لأن المرأة أيضا في رمضان ممكن هي اللي تقوم بمختلف أنواع الطبخ، يعني بتكون واقفة فترة طويلة في المطبخ، وبالتالي هنا كمان في رمضان يجب التركيز على هذا المحور بشكل يعني استثنائي ومكثف. فالأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للعظام بنحصلها في المنتجات الألبان، سواء الحليب اللبن، وفي الخضار الورقية الداكنة مثل عندنا الجرجير، عندنا البقدونس، تحتوي على نسبة كالسيوم وفيتامين د مهمة جدا لتقوية العظام، هذا يعني تحتاج المرأة بشكل يعني بشكل ضروري. من الأشياء الأخرى اللي تحتاجها المرأة بالنسبة للتغذية الأشياء اللي فيها حديد، كلنا عارفين أن المرأة تفقد كمية من الدم بسبب العادة الشهرية، وبالتالي هنا يجب التركيز على الأطعمة التي تقوي الحديد وتعوضها عن الفاقد، وبالتالي الأغذية اللي فيها حديد هي المكسرات، الفواكه المجففة، اللحوم ونقصد فيها اللحوم الصحية، يعني اللحم، الدجاج، السمك الخالي من الدهون، وأيضا الخضار الورقية. نعم. أيضا من الأمور اللي تحتاجها التغذية بالنسبة للمرأة هي الأطعمة اللي يعني ممكن شوية هي ناحية جمالية أكثر، بسبب يعني تهتم المرأة في بشرتها أكثر، فبالتالي في رمضان تعاني الكثير من السيدات في شحوب في البشرة أو في اختلاف في البشرة بسبب ساعات الصيام الطويلة، ويجب التركيز في التغذية في رمضان للسيدة على الاهتمام بالعناصر الغذائية التي تساعد على يعني إعطائها منظر مشرق ومظهر مشرق، مثل التناول السوائل بشكل عام بين وجبتي الإفطار ووجبة السحور ضروري جدا، وهنا نقصد بالسوائل يعني يفضل المي والعصائر الطازجة، يعني قدر الإمكان ما تكون العصائر المحلاة أو اللي فيها صحيح. سكر، ممكن تناول الأعشاب بدون سكر أيضا يعني يعتبر اختيار رائع جدا، وأيضا يعني كمية السوائل يجب أن تكون كافية ما تقل عن 10 أكواب من السوائل تحتاجها المرأة ضروري جدا عشان تعوض النقص اللي حاصل عندها في ساعات الصيام. تقريبا هذه معظم الأشياء المهمة بسبب في موضوع تغذية النساء مقارنة في الجانب الآخر هي تغذية الرجال. صحيح. أيضا أختي سامية، يعني أنت ذكرتي جوانب الحقيقة يعني مهمة ومعلومات مهمة عن يعني تغذية المرأة، يعني كيف تكون تغذية سليمة بشكل عام وبالأخص خلال الشهر الفضيل. لو نتحدث معك أستاذة عن يعني المشاكل الصحية المحتملة عند إهمال التغذية، يعني إذا ما كانت التغذية سليمة سواء يعني خلال الأشهر العادية من السنة أو بالأخص يعني نحن نتحدث عن شهر رمضان المبارك، إذا كانت يعني تغذية المرأة تغذية غير صحية أو سليمة، ما هي المشاكل اللي ممكن أن تترتب وتخلق بعض المشاكل للمرأة؟ نعم، لا شك أنه من أهم المشاكل اللي تتعرض لها السيدات في رمضان هي الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي فرصة لزيادة الوزن والحلويات طبعا. بالضبط، من أكثر المشاكل الشائعة في رمضان هي لتؤرق النساء هي مشكلة زيادة الوزن بسبب النظام الغذائي الغير صحي المتبع في رمضان. صحيح. من المعجنات والمقالي والحلويات وما لذ وطاب من أصناف غذائية، ويعني الإفراط في تناول الوجبات حتى في الوجبات الأساسية يكون في إفراط. نعم. هذه مشكلة صراحة يعني جدا يجب التركيز عليها، بالعكس لازم ناخذ رمضان كفرصة ذهبية انه ندرب الجسم على تخفيف كميات الطعام ونخرج من رمضان بالعكس بوزن مثالي او على الاقل بخسارة في الوزن وليس زيادة في الوزن. فمعظم السيدات يعانوا من مشكلة الوزن الزائد. صحيح. الشيء الثاني اللي ممكن نعاني منه سوء الهضم، يعني السيدة مثلا بسبب انه قلت ساعات اللي احنا مسموح لنا فيها الاكل بتحاول قدر الامكان التخزين في جسمها، بالتالي ممكن يسبب تخمه وسوء هضم وغازات، فبتلاقيها بعد الافطار يعني حايسه في البيت مش قادره تتصرف بسبب سوء الهضم، وانها هي اكلت وجبه دسمه في وقت يعني ما قسمت وجبتها بشكل صحي. فهي من الاسباب اللي ممكن تحصل للسيده اذا ما اتبعت نظام صحي. صحيح. ايضا الصداع، يعني في سيدات كثير بيعانوا من الصداع في ساعات الصيام، وهذا بسبب قلة تناول السوائل، يعني المرأة تحرص على تناول الأكل أكثر من تناول السوائل، يعني هم مقصرين في هذا الجانب.
فبالتالي عشان أنا أتغلب على هاي المشكلة أتأكد أني أنا أتناولت وجبة السحور، ضروري جدا وجبة السحور تكون صحية، وتناولت السوائل. نرجع ونكرر على موضوع السوائل بين الإفطار لغاية وجبة السحور، فهذه تقريبا معظم المشاكل اللي تعاني منها النساء إذا اتبعوا نظام غير صحي خلال رمضان أو حتى في الأيام العادية مثل ما حضرتك تفضلت. صحيح. طبعا أنت ذكرتي أستاذة سامية بأن يعني التركيز على يعني شرب السوائل مهمة جدا يعني بين الإفطار ووجبة السحور، وأيضا الاعتدال في يعني تناول السوائل هاي بحيث أنها تكون يعني موزعة خلال الساعات من بعد الإفطار إلى وجبة السحور. لو تذكرين أستاذة سامية بس يعني لأن هناك الحقيقة كثير من المعلومات حول السوائل، يعني في ناس تأخذ السوائل الثانية يعني مش لازم تكون ضرورية الماء، أيضا هناك بعض العصائر الصحية، بعض المشروبات اللي فيها أيضا نسبة قد يكون يعني عالية من السكريات. فشو نصيحتك حول موضوع السوائل؟ هل يحتاج الشخص بأنه يأخذ فقط 8 إلى 10 أكواب من الماء بحيث أنه يعني يعوض الجسم للسوائل، ولا ممكن أنه أيضا يستخدم بعض المشروبات اللي نحن نعتقد أنها يعني تكون مشروبات صحية وما فيها نسبة كبيرة من السكريات؟ نعم، هذا هو المهم. الصراحة بالنسبة لموضوع السوائل يجب اختيار السوائل ذات السعرات الحرارية القليلة، والسكري محتواها من السكر يجب أن يكون قليل، وبالتالي مثل ما تفضلت حضرتك المياه العادية الخالية تعتبر يعني هي يعني الاختيار المثالي. ممكن نختار شاي الأعشاب كمان بدون سكر، يعتبر كمان منظف للكبد، طارد للسموم، وبالنفس الوقت يحسب كسوائل. عصائر الفواكه بشرط تكون محضرة منزليا ومخففة أيضا، لأنه كمان إحنا الفواكه فيها سكر طبيعي، نعم مفيدة نعم، لكن الإكثار منها قد يؤدي إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية، وبالتالي يحسب في موضوع زيادة الوزن. فنعم حضرتك تكلمت عن نقطة كثير مهمة، ياريت نركز على السوائل الخالية من السعرات الحرارية والخالية من السكر عشان نحسب إنها هي من ضمن السوائل الصحية. صحيح. أستاذة سامية، أيضا يعني مثل ما تعرفين خلال المرحلة الماضية تم ضم فئات جديدة لحملة التطعيم بهيئة الصحة بدبي ضد كوفيد-19، وتم ضم أيضا النساء المقبلات على الحمل وأيضا النساء المرضعات. ففيما يتعلق هاي الفئة، شو من نصائح تحبين تقدمينها اليوم الخاصة بموضوع أو في مجال يعني التغذية السليمة خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم، بالنسبة للحامل والمرضع في علم التغذية احنا نعتبرهم من الحالات الخاصة بالنسبة لموضوع التغذية سواء في رمضان أو خارج رمضان. ففي رمضان يجب التركيز على عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها الحامل. بالبداية نتكلم عن الحامل، كونها هي في الشهور الأولى تحتاج إلى زيادة في السعرات الحرارية، وبالتالي يجب التركيز على الأغذية التي تزيد من وزنها ووزن الجنين بالشكل الصحي لكن من مصادر صحية، يعني مثل المكسرات، مثل الفواكه، سلطة الفواكه، الروب بالفواكه، هاي كلها اختيارات صحية مفيدة جدا للحامل. ولا يجب أنها تتبع نظام غذائي غني بالزيوت والدهون يعني ظنا منها أن هذا الشيء ممكن يزيد في وزنها ووزن البيبي. لا، هي النصائح اللي تنفع للشخص العادي تنفع أيضا للحامل، لكن الحامل مثل ما تكلمنا فرصة أكثر بالنسبة له خاصة في شهور الحمل الأولى أنه نركز على الأغذية اللي تنفعها وتنفع البيبي. بالإضافة أنه الحامل محتاج جدا كميات كبيرة من الفوليك أسيد اللي هي المهمة إلها والمهمة للجنين أيضا عشان نمنع تشوهات لا قدر الله اللي ممكن تحصل في الجنين. والفوليك أسيد موجود بالمصادر الطبيعية الحمد لله بكثرة، موجود في القمح ومنتجات القمح بكثرة، موجود في الخضار الورقية، خس، الخيار، موجود في البقوليات. فيجب أن الحامل يتركز على اختيار هاي العناصر الغذائية المهمة من الأكل. بالنسبة للمرضع أيضا لا شك أنه نفس الإرشادات، كمان المرضع بحاجة إلى حليب للطفل، فبالتالي كمان موضوع السوائل مهم جدا وحرج جدا بالنسبة للسيدة المرضع كون ساعات الصيام طويلة، فإحنا نخاف من موضوع الجفاف، فبالتالي في ساعات الإفطار يجب التركيز على موضوع السوائل أو اختيار الخضار أو الفواكه التي تحتوي أيضا على كمية عالية من الماء مثل البطيخ، الشمام، مثل الخس، مثل الفراولة، هاي كلياتها مهمة جدا جدا لأسبت الحامل المرضع عفوا عشان من موضوع إدرار الحليب. نعم،
أستاذة سامية شكرا جزيلا لك، وأتمنى أن مثل ما ذكرتي أن الجميع يستفيد الحقيقة ويستغل ويستثمر شهر رمضان المبارك، بحيث أنه يعني يكون أو يتعلم بعض المهارات الصحيحة في موضوع يعني الاستفادة من خلال الشهر الكريم بالنسبة للوجبات، ويعني انقاص الوزن، وأن يستفيد من الشهر الفضيل بأن يتعود على ممارسة بعض الأنماط الغذائية الصحية والسليمة. الأستاذة سامية خالد، أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل موضوعنا يكون أيضا يعني نكمله عن صحة المرأة في شهر رمضان المبارك، وبتكون معايا الدكتورة ميرفت موريس عبد السلام، أخصائية الأمراض النسائية بهيئة الصحة بدبي، وأيضا بنكمل حديثنا مع الدكتورة من الجانب الصحي أيضا عن صحة المرأة وسلامتها خلال شهر رمضان المبارك. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بتواصلكم دائما ويانا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونكمل حديثنا اليوم مستمعينا عن صحة المرأة، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك. وشرفني أن تكون وياي اليوم عبر الهاتف الدكتورة ميرفت موريس عبد السلام، أخصائية الأمراض النسائية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ميرفت، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير. مرحبا دكتورة، صباح النور والسرور. أشكركم، شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. الله يبارك في حياتك دكتورة. نحن طبعا اليوم حلقتنا مخصصينها كل مواضيعها عن صحة المرأة وتغذية المرأة السليمة، فحديثنا معك اليوم دكتور أيضا بنكمله عن صحة المرأة في شهر رمضان المبارك، ونتحدث معك بشكل عام عن أهمية صحة المرأة، وبالأخص فيما يخص موضوع يعني السوائل ومشكلة الجفاف وكمية الماء التي يجب على المرأة أيضا شربها بشكل عام. بشكل عام السيدة لازم تاخد أكتر من 2 لتر، يعني فيما يوصل لغاية 3 لتر تقريبا، اللي احنا بنسميه 2.7 لتر، يعني تشرب من لغاية 8 كوبايات، دي اللي احنا بنستخدمها كحسبة دارجة يعني. صحيح. لكن هو الأفضل ان احنا نعدي 2.5 لتر عشان نكون well hydrated، ما يبقاش فيه جفاف في الجسم، ما يبقاش فيه انقباض في العضلات، ما يبقاش فيه مشاكل على الكلى، ما يبقاش فيه ترسبات أملاح وهكذا. نعم دكتورة، يعني الجانب المهم في الموضوع، يعني احنا نعرف ان شرب السوائل مهمة، وأيضا الكمية اللي تفضلتي بذكرها اللي هي 8 أكواب، اللي نحن نبغين يعني دكتورة توضحين الجانب هذا، هل يعني ممكن حسبة المشروبات الثانية سواء كانت المشروبات الغازية أو إذا كانت العصائر أو أي مشروبات أخرى، هل ممكن تنحسب من ضمن يعني 8 أكواب من السوائل اللي ممكن الشخص يشربها خلال اليوم؟ نبعد عن القهوة والكافيين، هي فيها سوائل بس ليها مضار، يعني مثلا الكافيين ده بيخلينا يطلع كالسيوم من الجسم كتير في التبول، بيعمل دايوريسيس، بيخليك تفقد سوائل أسرع، فمش من الحاجات المفضلة. البيبسي والكولا والمياه الغازية دي مليانة سكريات، فأنت لما بتاخد فيها جزء مية بس مش هيكون بالمية الكافية، يعني أنا ما ينفعش مثلا أخد كنز 300 ملي وأقول أقسمه من المية بتاعتي، لا، ليه؟ لأن ده نسبة المية فيه هتطلع كام في الآخر لو حسبناها، نسبة الكافيين فيه كام، نسبة السكر فيه كام. صحيح. فالمضار أكثر من النفع، لكن الفريش جوس هو ده اللي أنا ممكن أحسبه معايا،
بس ما يبقاش مضاف لي سكر خارجي، يعني ما اعملش اورنج جوس واروح احط كمان سكر من بره، لا احنا نكتفي بالفركتوز شوجر اللي هو موجود طبيعي في الفاكهه. ده ممكن احسبه معايا من السوائل، بس طبعا كل ما هزود ميه اكتر، الميه دي حاجه مليانه معادن ومفيده وما فيهاش كالوريز وبتديني الارتواء الطبيعي. لكن لو انا مثلا هعمل سوائل دافيه مثلا شاي اخضر ينسون حاجات زي كده، طبعا دي ميه واضحه كلير، وفي اضافه ليها بعض الحبوب الطبيعيه، فدي اوكي ممكن احسبها يعني وانا مطمن هي والعصاير الجوز، بس الطبيعي مش الصناعي. صحيح. صناعي احنا اجينس تماما. نعم. ودائما دكتوره، يعني دكتوره ميرفت، المشروبات الصناعية دائما نسبة السكريات أو المحلاة تكون عالية، وهاي طبعا أكيد يعني تسبب بعض المشاكل الأخرى إذا يعني تم يعني شربها بشكل مستمر. طبعا طبعا. نعم دكتورة، نحن حديثنا اليوم عن صحة المرأة خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا تركيزنا عن التغذية الصحيحة والسليمة، واليوم أيضا حديثنا معك عن صحة المرأة في موضوع يعني كيف يمكن أن تتجنب المرأة دكتورة ميرفت خلال شهر رمضان المبارك مشكلة الجفاف. مشكلة الجفاف نظرا لأن احنا بنصوم فترة طويلة ودخل علينا الصيف، فبنلاقي نفسنا مثلا صايمين قرب ال 15 ل 17 ساعة وممكن يبقى تزيد. الفكرة ان انا لازم ما بين فترة الافطار للسحور اخد الكمية الكافية بتاعتي اللي احنا قلناها 2.7 لتر. طب هاخدها ازاي؟ كل نص ساعة في نص كوباية مية، كل نص ساعة في نص كوباية مية، يبقى انا كده بعمل ارواء لجسمي بشيء منتظم قليل لكن في شكل الانتظام. فطرت، ما ينفعش اروح اشرب عصاير وصودا وكلام زي كده، لا فطرت هشرب شوربه، هاخد بروتين حيواني مشوي مش مقلي عشان اقلل كميه الدهون اللي هتعمل لي صعوبه في الهضم، وفي نفس الوقت بتخلي الامتلاء يكون اسرع. فانا لما هاخد حاجه مشويه او حاجه مسلوقه دي بتخلي المعده تعرف تاكل كميه اكبر، ما بيحصليش تد شهيه بسرعه، ما بيحصليش عسر هضم بسرعه، فبالتالي مش هروح ادور على بيبسي ولا حاجه مهضمه زي كده. بعدها مثلا انا هاخد زي ما اتفقنا على الميه، ممكن اخد جوس عصاير فريش طبيعي، ممكن كمان الفاكهه المجففه ان احنا مثلا تبقى معملينها عصاير في الميه، دي بتبقى حاجه مفيده وفيها سكر طبيعي وطعمها ظريف، وممكن نكسرها يعني نعمل ميكسات مثلا اقمار دين مع اورنج جوس وهكذا. اللبن ده من الحاجات اللي هو احنا بنسميه الملك مش الزبادي، يعني الملك ده بيبقى فيه كمية نسبة مية عالية وفي نفس الوقت من الحاجات المهضمة، فأنا ممكن برضو بستخدمه بعد الفطار. قصدك دكتورة ميرفت الحليب يعني؟ الحليب. الحليب اوكي. نعم. ده بيبقى فيه نسبة كبيرة من الحاجات، من النسبة كبيرة من المية، وفي نفس الوقت فيه بروتين حيواني وهكذا. أركز في الأكل بتاعي على النشويات المعقدة مش السيمبل، يعني مثلا أخد خبز قمح كامل مش الخبز الأبيض، أخد بقوليات مثلا أو الحبوب الكاملة يعني مثلا زي الشوفان، الحاجات دي مثلا أبقى عاملها مع اللبن مع فاكهة وهكذا. أركز مثلا على البقوليات الكاملة، شوربة العدس، شوربة الخضار. كل ما أنا زودت سوائل في الوجبة نفسها أعتمد عليها كل ما ده بيبقى لي أحسن في فترة الفطار. السحور نفس الشيء، السحور ما ينفعش اخد فيه حاجات مالحه، كل ما هاخد حاجه مالحه كل ما انا هحس ان انا عطشان اكتر بقيه اليوم. انا مش عايز حاجه مالحه تخليني اعطش، انا عايز حاجه تملى المعده وتديني طاقه وتحافظ على السوائل في جسمي. زي ايه؟ زي الشوفان، زي البودنج بتاع الرز بلبن، زي الحليب، الفواكه، الخضروات. كل ما هكتر فاكهه خضار ده فيه نسبة مية طبيعي، فهيحافظ على جسمي طول فترة الصيام بقدر الإمكان إن أنا ما أفقدش ده. طبعا بالإضافة إلى إن أنا ما تعرضش لإشعة الشمس المباشرة، يعني إحنا لما نتعرض للشمس بيحصل تعرق، التعرق ده بيفقدني سوائل، بيخليني أبقى فقدت سوائل بدون يعني حاجة أنا مش عارف أعوضها. يبقى من الأفضل أبقى بعيد عن إشعة الشمس المباشرة، أبقى قاعد في جو فيه تكييف أو فيه برودة بحيث إن أنا أقلل الفقد بتاعي. هو صحيح. احيانا من الصيام نلاقي بعض السيدات بتشتكي مثلا من الحرقان في البول،
تشتكي مثلا من الدوخه، الصداع، الزغلله، فينتنج اتاك اللي هو فقدان الوعي. طبعا في حاله فقدان الوعي دي لازم هنكسر الصيام وهنفطر، دي ما لهاش حل اخر يعني. لكن احافظ على نفسي ازاي ما وصلش لده بالارواء السليم اللي احنا قلنا عليه في فتره ما بين الفطار والسحور عشان ما تعرضش للحاجات. نعم. أيضا دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي عن أهمية شرب السوائل وتوزيع أيضا حصة السوائل خلال يعني ساعات الإفطار، يعني من الإفطار إلى وجبة السحور. دكتورة، هناك بعض الناس تعتقد بأن شرب المياه الغازية يساعد على هضم الطعام، فتلقين بعض الناس تشرب المشروبات الغازية أثناء الوجبة، وفي بعض الناس تعتقد أنه بعد الوجبة على أساس أنه يساعد ويسرع عملية الهضم، فشو تنصحين دكتورة في هذا الجانب؟ أنا معاك أن الصودا بتساعد في ده، بس هو أنا ليه أكل وجبة خاطئة تخليني أزيد في الوزن وتخليني بأكل سعرات حرارية عالية وتعمل لي صعوبة في الهضم؟ أنا من الأول أختار الأكل الصحي بتاعي. صحيح. يعني أنا بدل ما أخد بروتين حيواني، مشوي، فراخ، لحمة، سمك، مقالي، طب ما أخليها مشاوي، بدل ما مثلا هاخد طبق كبير بطاطس محمرة، ما أنا أخليه طبق صغير، أكل ملوخية، بامية، سبانخ، خضار كتير في الوجبة بتاعتي عشان أخد فايبر كفاية، وبالتالي ما يحصليش إمساك في فترة الصيام. أخد مثلا عصاير، أشرب حليب، كل ده هيساعدني على الامتلاء. أستخدم الخضروات الطبيعية بعد الأكل زي الخس زي الخيار بحيث أنه يساعدني على الهضم. بلاش الامتلاء الكامل بعد الافطار، اللي هو الاقي نفسي كده ايه، مش عايزه اسميه نهم في الاكل، بس اللي هو ايه، كاني بعمل عمليه تعويض. لا، ما انا اقسم الاكل، انا مثلا فطرت الاول اكثر على حاجه بسيطه، وبعد كده الاقي نفسي بعدها ارتحت شويه، ممكن اخد وجبه تانية صغيره برضو، وبعدين ادخل على وجبه السحور. يعني اقسم كميه الاكل، بلاش الامتلاء اللي مره الواحد اللي هو هيعمل لي صعوبه في الهضم. عموما يعني خصوصا ان المعده ليها 17 ساعه شبه ان هي ما بتعملش عمليه هضم، يعني هي بتعمل هضم في العصاره بتاعتها، فلما اعمل لها رشن كده مره واحده بكميات اكل صعبه بدهون بحاجات مشطشطه ببهارات لا يعني سخن عليها، كل ده هياثر علينا في الهضم، كل ده هياثر عليها. يبقى انا من البدايه اتوقع، ولو حصل في مرة عملت الموضوع ده ما يبقاش يومي، يعني ما يبقاش يومي أخد المقالي، ما يبقاش يومي بتعب معدتي، ما يبقاش يومي بأثر على نفسي سلبيا، ممكن تبقى مثلا مرة مرتين في الأسبوع، واعتمد على الحاجات اللي هي طبيعية زي الخيار زي الزبادي زي الخس بقدر الإمكان. صحيح. لما تسوء الحالة جدا، ما هو في برضو أدوية بدل البيبسي، ما هو ممكن ناخد الفوار الطبي هيساعدنا في الهضم برضو شوية ممكن، وهكذا. يعني ليها حلول بديلة طبية بدل ما نلجأ للبيبسي اللي هو فيه سكر عالي هيأذي مريض السكر وهيأذي الناس اللي عندها استعداد للسكر. وحتى لو أنا مش مستعد للسكر ليه أثار سلبية، يعني الأطفال البالغين أو اللي هم في الأدلت إيج لما يشربوا كمية بيبسي كبيرة كده أو يتعودوا على البدء أتيتيود بتاع البيبسي في نص الأكل وفي آخر الأكل، طب ما ده بيعمل هشاشة عظام في الآخر، ما هو ده بيخليه يشعر بالامتلاء من السكر ومش عارف ياكل حاجه صحيه بعد كده. نعم. فدائما دكتوره احنا ايضا يعني ننصح بعدم الافراط في يعني تناول المشروبات يعني اللي فيها نسبه السكريات عاليه وايضا المشروبات الغازيه. واليوم مثل ما وضحتي بان اللي يعتقد بأن شرب المشروبات الغازية بجميع أنواعها تساعد على الهضم فهذا اعتقاد غير صحيح، بل وأن مثل ما ذكرت الدكتورة أن يخلق بعض المشاكل لأن فيها مكوناتها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات. دكتورة، طبعا الجانب الرياضي جانب مهم جدا في حياة الإنسان بشكل عام، سواء المرأة أو يعني الرجل أو الطفل، ولكن يعني بالأخص خلال شهر رمضان المبارك هناك الكثير من الدراسات أو الحديث عن الوقت المناسب دكتورة لممارسة الرياضة، فلو نتحدث في هذا الجانب شو تنصحين الدكتورة بالأخص بسبب أن نحن اليوم حديثنا عن المرأة، تنصحين المرأة بممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وما هو الوقت المناسب لهذه الرياضة؟ هو كان في كلام قبل كده على ان ممكن نمارس الرياضه اثناء الصيام، بس الموضوع ده صعب
وما يقدرش يعملوا غير اللي هم بيلعبوا كمال أجسام، على أساس إن الناس دي أوريدي تغذيتها بشكل خاص فيما بعد الفطار، وبياخدوا مكملات غذائية وهكذا. صحيح. ده بيساعدهم إن هم حتى لو صايمين هيقدر يعمل قدر، ممكن ما يبقاش القدر اللي هو متعود عليه في الرياضة بتاعته بس السل. لكن الإنسان العادي الطبيعي من الأفضل إنه ما يعملش قبل الفطار، لأن هيلاقي ضغطه بينزل، هيلاقي نفسه بيفقد سوائل، هيبقى في صداع، يعني الجسم برضه هيبقى مرهق مش اللي هو الطبيعي. لكن الافضل ان احنا نخليها بعد صلاه التراويح، يعني مثلا انا افطرت صليت التراويح، بعد الفطار ساعتين ثلاثه كده ممكن اتريض. اسهل حاجه في الرياضه ان انا اتمشى، امشي نص ساعه، امشي ساعه، على حسب ما انا متعود كنت قبل الصيام امشي قد ايه. ممكن امشي على ماشين في البيت برضو هينفع معانا. ممكن في بعض الناس بتعمل سباحه، ده برضو كويس. ممكن تمارين الكارديو شغال وهكذا. الاسترتشات برضو كويسة لو ممكن تساعدنا شوية، أو تساعدنا لو أنا صايمة وستيل عايزة أعمل، ممكن أعمل استرتشات بسيطة، ممكن أعمل كارديو بسيط، لكن أركز أكتر في فترة ما بعد الفطار اللي هو ساعتين ثلاثة ما بعد الفطار، بقى أكلت وارتحت وهضمت، وبعد كده ممكن أستغل اللي أنا أكلته بالطاقة دي إن أنا أطلع شوية رياضة. صحيح. دكتورة عندنا سؤال من أحد الأخوات تقول إن هي تشتكي من إمساك شديد ومستمر من بداية شهر رمضان المبارك، رغم أني أشرب كميات سوائل جيدة حوالي 2 لتر من الماء، فماذا أفعل؟ الاثنين لتر دي برضو مش كتيرة، الاثنين لتر دي أقل من المطلوب، يعني إحنا قلنا المطلوب 2.7، يعني داخلين على 3 لتر تقريبا. نعم. إلا ربع، تمام؟ ده بالنسبة للسيدات. الرجالة بيحتاجوا أكتر من كده، بتوصل معهم لغاية 3.5 لتر لـ4. كمية المية بتاعتها لازم تزيد، نوعية الإفطار بتاعها لازم يتغير، لازم تدخل شوربة كتيرة، لازم تدخل خضار كتير، لأن الخضروات والفواكه دي هاي فايبر، يعني هي دي اللي بتحرك الأمعاء بتاعتنا. تاخد بلاش الخبز العادي الأبيض، لا خليها في الخبز القمح الكامل، تخليها مثلا تتصحر شوفان محطوط عليه لبن، محطوط عليه فواكه وهكذا. تاخد رز بلبن مثلا في السحور وتحط عليه شوية فاكهة وهكذا. تعتمد على الفاكهة المجففة زي التين زي المشمش الحاجات دي، وتعملها عصاير بحيث ان هي مثلا تبقى معها حليب، تبقى معها لغاية ما تبقى صوفت كده وتتاكل، وفي نفس الوقت هتديها طاقة وهتساعدنا برضو ان هي يعمل فايبر. الفكرة في امساك 3 حاجات: الحركة، السوائل، التغذية اللي مليانة فايبر. لو أنا هاكل تغذية بدون فايبر، لو أنا هاخد معلقتين سلطة كده وأقول إن أنا أكلت خضروات، لا أنا كده ما أكلتش. خضار يعني طبق كبير خضار. صحيح. النشويات يعني هي شريحة خبز قمح كامل أو شريحتين أو كوباية إلى 2 مثلا رز أو مكرونة، وكل ما أخدت المكرونة السمراء هيكون أفضل، كل ما أخدت الخبز القمح الكامل هيكون أفضل وهكذا. نعم. دكتورة يعني بقى يعني لدينا فقط يمكن دقيقة أو دقيقتين للحديث، أو يعني الحديث في بعض النصائح العامة اللي تحبين توجهينها دكتورة ميرفت للمرأة الحامل اللي تعاني يمكن بشكل مستمر أو اللي يعانون من بعض الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك. احنا كلنا عارفين على حسب الدين ان في سماح للمرأة الحامل اللي مش هتقدر تصوم ان هي تعوض ايامها بعد كده، فلازم هي تبقى بتركز في ده، لان في سيدات كتير انسست ان هي لازم اصوم. الصيام حاجة جميلة ومفيدة، بس هي ما تنساش ان هي في الوقت ده في يعني ربنا من رحمته اداها الاوبشن ده علشان خاطر في حمل، في بيبي اخر هي مسؤولة عنه. صحيح. فمثلا السيدات اللي احنا بنلاقي عندهم سكري، سواء كانت هي عندها سكر من الدرجة الأولى أو الثانية من قبل ما تحمل أصلا، فمع الحمل بزيادة ده بيحصل شوية لخبطة في الإنسولين بتاع جسمها، شوية لخبطة في ضبط السكر وهكذا. في الحالة اللي فيها لخبطة دي لا ننصح بالصيام، ما ينفعش أنا انسست إن أنا أصوم وأنا عندي سكر مش مضبوط في جسمي. مثلا الناس اللي عندها دخلت في تسمم حمل بريكلامسيا اللي هو تسمم حمل وبروتين وحاجات زي كده، لا مش هينفع في الفترة دي برضو ان انا اقول دخل عليا رمضان ولازم انسس ان اصوم، انا كده بضر نفسي بضر البيبي بتاعي وهكذا. مفيش دراسات فاصلة قاطعة تقول لنا ان السيدة الحامل اللي صامت مثلا اللي هي ما عندهاش اي مشاكل صحية بس صامت، مقارنة بالسيدة الحامل اللي ما صامتش،
100% نقول مثلا حصل complication مضاعفات كذا. لكن لقوا بعض الدراسات، بعض مش الكل، لقوا مثلا ان وزن البيبي بتاع الام اللي صامت اقل من وزن البيبي بتاع الام اللي ما صامتش. ممكن المية في كيس الحمل في اللي صامت تبقى اقل شوية من اللي ما صامتش. لكن هل ده نهائي قاطع، رأي قاطع؟ لا، لسه الابحاث مش مستمرة والتجارب لسه مستمرة وما فيهاش فاينل. احنا بس مثلا بنقول لو هي عندها عرضة للولادة المبكرة يبقى مش هينفع نصوم، يعني الجسم محتاج سوائل كثيرة وهكذا. دكتورة ميرفت موريس، حديث شيق وشكرا لمعلوماتك الطيبة والجميلة حول موضوع صحة المرأة وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك. شكرا لك دكتورة ميرفت موريس عبد السلام، أخصائي الأمراض النسائية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لكم. شكرا جزيلا لمستمعينا الأعزاء وحديثنا مع الدكتورة ميرفت وبعض النصائح الخاصة عن صحة المرأة في شهر رمضان المبارك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل في الإخراج. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وتقبل الله إن شاء الله طاعاتكم جميعا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.